مهندسة أميرة ومهندسة عبير، المنوفية محافظة زراعية في الأساس، الأراضي كلها طينية، الترع فيها قديمة جدا من مئات السنين، فبالتالي الوضع كان فيها إلى حد كبير سيء، وإلى حد كبير كان لازم يحصل فيه تدخل. مهندسة أميرة، في البداية إزاي خططنا وضعنا الخطط الرئيسية لرفع كفاءة الترع في كل المنوفية؟ احنا بداية اول ما المشروع ابتدى يندرج اللي احنا نبتدي نأهل ونبطن الترع، طبعا بعتنا اخترنا الاولويات للترع اللي فيها مشاكل، فيها المية ما بتوصلش للنهايات بسهولة، اللي داخل كتل سكنية عشان خاطر القاء القمامة وكده، وابتدينا نعمل المباحثات بتاعتها ونشوف اولوياتها ونحدد الاطوال والزمامات برضو، يعني بينا نختار الترع اللي زماماتها كبيرة، ما ناخدش ترع زماماتها صغيرة، لان يعني طبعا في ترع كتيرة كانت الزمامات بتاعتها صغيرة وهي سيئة، فاحنا ابتدينا ناخد الترع الكبيرة اللي زماماتها كبيرة يعني عشان نشتغل عليها ونحدد الأولويات بتاعتنا ونعمل الدراسات اللازمة ليها بقى ونشوف الحل الأفضل والأمثل ليها يعني في التبطين يعني. واحنا عادة في المنوفية هنا خدنا الدبش و 30 سنتي وفوقيه خرسانة 10 سنتي، ده كان الحل الأمثل هنا يعني، وابتدينا نشتغل على الموضوع ده.